السلام عليكم، مساكم الله بالخير. إن شاء الله نرجع الآن للتصوير مرة ثانية بعد ما توقفنا الفترة الماضية. طبعاً الفترة الماضية أنا توقفت بسبب أعمال البناء اللي موجودة عندي بالبيت، لكن إن شاء الله راح نرجع للتصوير مرة ثانية، وإن شاء الله شهر رمضان قادم وأيام رمضان جميلة وليالي رمضان جميلة، وإن شاء الله راح نسهر هنا إن شاء الله يعني شبه يومي ونصور أي شيء جديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله مشروعنا اللي راح نصوره هو حشد من النجوم أو تجمع نجمي، يسمى حشد من النجوم، يسمى المسيئة ثلاثة. المسيئة ثلاثة هو من أبراج النصف الشمالي للكرة الأرضية، يعني الناس اللي في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية ما يشوفونه، مثل ما احنا ما نشوف الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية. في كثير من السدم الجميلة لكن احنا ما نقدر نصورها هنا بالكويت. طبعا اللي يقدر يصورها اللي بحدود عند الجنوب السعودية او في اليمن او في عمان او في جنوب افريقيا او استراليا، هذا يقدر يصورون السدم الجنوبية، لكن احنا ما نقدر نصورها، السدم ما تظهر عندنا. مثل هذا المسيئة هذا ما تظهر عندهم في في الجنوب، بس تظهر للمناطق الشمالية. وهذا طبعا يكون دائما هالمسيئة هذا موجود في فصل الربيع مثل الآن، يعني شهر ثلاثة وشهر أربعة ممكن تصوره. طبعا المسيئة ثلاثة هذا موجودة في كوكبة السلوقيان. السلوقيان يعني الكلبين، وموجود مجموعة من المجرات والأمور هذه في هذه الكوكبة، منها مجرة الزوبعة ومجرة عباد الشمس والمجرة الحلزونية ومسيئة 94 ومسيئة 106 ومسيئة 3 اللي راح نصورها إن شاء الله اليوم. طبعا مسيئة 3 هي عدد هائل من النجوم، يعني ما يقارب يعني ما يقارب يعني يعني أكثر من مليونين نجم أو شيء كذي، يعني عدد هائل من النجوم موجودة في هذا في المسيئة، يعني مسيئة ثلاثة. فخلونا نبدأ نصورها. طبعا راح استعمل انا اليوم ان شاء الله الكاميرا الازبك، وراح استعمل تلسكوب ولي ام 132 ملي. طبعا هو الافضل انك تصورها بكاميرا ملونة، لكن انا راح استعمل كاميرا الازبك لان انا مركبها على تلسكوب الوليام 132، حتى لا أنفك الكاميرا الملونة وركبها على هذا وتأخذ وقت بالعمل الفوكس والأمور هذه. فهي راح تظهر بالكاميرتين، راح تظهر بشكل جميل يعني. فخلونا إن شاء الله نبدأ.
والمعدات اللي راح استعملها في التصوير اليوم راح يكون الماونت الكبير اللي هو EQ8، وراح تكون الكاميرا الكبيرة هذه هي الازبيج مع الفلاتر النارو باند H2 الO3، وراح يكون تلسكوب ويليام 132 ملي، ويعني مع معدات اللي هو الفوكسر اللي هو المون لايت هذا. ويعني هذا العدة ان شاء الله راح اصور فيها اليوم. طبعا الاوتو جايدر انا استعمل دائما ويليام 50 ملي، هذا العدة ان شاء الله راح اصور فيها. انا طبعا الكاميرا هذه صار لها فترة طويلة جدا ما صورت فيها، فان شاء الله اليوم راح نبدي نصور فيها، خاصة ان هذه جهاز تبريد اللي فيها قوي جدا يعني. وهاي عدتنا اللي المعتادة يعني اللي هي ستيلر ميت و مون لايت فوكسر والى اخره، هذه هي المعدات. الان هذه صورة المسية 3 مثل ما انتم شايفين هني، هذه هي هذه المسية 3، يعني كمية هائلة من النجوم موجودة. طبعا هذا يعني مو مجرة ولا هو السديم، هذه نجوم يعني، لكن يعني نجوم مع بعضها كذي متجمعة مع بعضها سبحان الله يعني، فتسمى حشد من النجوم هي هذه. فإن شاء الله احنا راح نصور كمية من هذه الصور، وبعد إن شاء الله بعد ما نقوم بتجميع الصور اللي الدارك والبايز والفلات واللايت، وإن شاء الله راح تطلع صورة جميلة. الآن بعد ما انتهينا من التصوير فخلونا نبدأ بتجميع الصور. خلونا نبدأ نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح نستعمل الفولدر هذا، نكتب اسم السديم اللي هو M3. طبعا ما عندي مالتي سيزن، نبدأ نضيف الصور. هيدروجين الفا بعدها. طبعا اول التجمعات النجمية ما تحتاج تصورها في ما يحتاج تصورها يعني بالفلاتر النارو باند، ما لا داعي تصورها بالنارو باند لان هذه نجوم يعني، هي راح تطلع من غير، لان هذه مو سدم ما فيها الوان يعني، مجرد نجوم. لكن انا على اساس لا ابدل الكاميرات راح ياخذ وقت، فصورتها بالفلاتر النارو باند. خلنا احط الماستر الان، طبعا الماستر فلات ماستر فلات
اللومنس. ماستر فلات و الاتش الفا وماستر فلات الاكسجين 3. الحين نحط لهم ماستر دارك طبعا اول شانل. وعندنا ماستر بايز طبعا يكون ايضا اول شانل. وبعدين الباد بيكسل ماب وهم اول شانلز. ف خلينا نشوف صورة من هذه الصور. هذه صورة المجرة او قصدي التجمع النجمي، هذه هي، هذا فلتر اللي تشالفه، بس هي طبعا تطلع اوضح باللومنس. هذا باللومنس تطلع اوضح، بس هنا في او بالاكسجين 3 هم تطلع اوضح، بس وبهذا الفلتر تطلع اوضح بعد. خلونا نضيف الدارك والبايز. طبعا العملية تكون سريعة مثل ما تشاهدين، انا خلصت. زين خلونا نشوف صورة واحدة من اللومنس الان. هذه يعني والله في بعض الصور مهزوزة، يعني فيها اهتزاز بسيط. يعني هذه الصورة مثلا، هذه هي التجمع النجمي مثل ما انتم شايفينه. يعني لكن خلينا نشوف اذا اضفنا على، لاحظوا على الخطوط هذه شلون تختفي، بس نضيف للدارك والبايز فلات. فهذه الخطوط وهذه المشاكل اللي في الكاميرا في السنسر كلها تختفي. الان نروح المرحلة الاخيرة اللي هي الانتجريت، تجميع الاصوار، ونضغط انتجريت وننتظر الى ان تنتهي العملية وارجع لكم بعدين. الان هذه العملية انتهينا منها. هذا الفلتر اللومنس وهذا الاكسجين 3. لا سوري، هذا اللومنس، هذا هو اللومنس، وهذا فلتر اليو اتش سي، وهذا الاتش الفا. هذه خلونا نجمع الصور ونشوف شو يطلع ويانا. خلونا نختار ار جي بي. راح نختار حق الار الاتش الفا، وراح نختار حق الجي يو اتش سي، ونختار اللومنس حق البي. خلونا نجرب. الهيدروجين الفا راح يكون احمر، اللومنس راح يكون الأزرق، والفلتر الأخير راح يكون هو الأخضر. خلينا نشوف شو يطلع ويانا. يعني أعطانا باللون الأخضر، مشكلة احنا ممكن نعالج الألوان بعدين،
اضغط سيف. حاولنا نختاره لون ثاني. خلينا نختار هبل أربعة. راح ناخذ ال UHC والأكسجين 3 واللومينس. طبعا عندنا اللومينس راح نخليها هيدروجين الفا. الاكسجين 3 راح نخليها مثل ما هي. والفلتر الثالث راح نختاره اللي هو سولفر كبريت. اشوف شو يطلع ويانا هالمرة، يعني عملونها حلو. نحفظها، اشوف هذا كافي. نبدأ نعالج الصور. طبعا احنا ممكن ناخذ اللومينس الوحدة، ممكن ناخذ اللومينس مثل ما انت شايفينها. اللومينس جميل جدا. نعمل الكروب للصورة أول شيء. خلونا نعملها ريموف لايت بوليوشن، إزالة التلوث الضوئي. طبعا لأن الصورة هذه مو ملونة ف راح تطلع نفس الشيء، لكنها يعني راح تطلع كلها لون واحد، لون داكن تصير. تلاحظون الآن بسرعة صارت. بقى صورة جميلة، خلنا نحتفظ فيها و الآن نبدي ناخذ الصور اللي جمعناها الثلاثة أو الثنتين اللي جمعناها للـ RGB. ناخذ الـ RGB بالأول. هذه صورة الـ RGB. خلينا نعمل لها كروب. طبعا ما نحتاج كل الصورة، راح ناخذ جزء من الصورة اللي فقط اللي يخص التجمع النجمي هذا. الآن نعمل لها ريموف لايت بوليوشن. اوكي اند سيف. الآن هذه الصورة راح نعمل لها نحاول نعدل في الألوان، لأن هذا كل لونها أخضر، فنحاول نعدل بالألوان حتى تظهر ألوان نجوم. طبعا إذا صورناها بكاميرا ملونة أفضل، لأن راح تعطينا الألوان الحقيقية. لكن الآن ما عندنا أنا ما صورت بكاميرا ملونة. خلونا نشوف شلون طريقة معالجة الألوان هذه. يعني نحاول نطلع ألوان الصورة قد ما نقدر.
يعني لازم نجرب يعني فترة طويلة، يعني لازم تعمل تجارب كثيرة حتى توصل للون معين. ما في أي تغيير يعني. معالجة الألوان الصورة الملونة معالجتها متعبة وايد يعني. ما العملية تطول، خلوني أوقف التسجيل عشان لا أطول عليكم، أرجع له بعد ما أخلص، أرجع لكم. الآن أنا انتهيت من عملية تعديل ألوان النجوم. الآن عندنا نجوم بيضاء، عندنا نجوم صفراء زين، والسماء يعني السماء تقريبا سوداء، فهذا بالنسبة لي كافي وممتاز، ما يحتاج بعد. يعني في بعض النجوم لونها أزرق، فأنا عندي أوريدي يعني مجموعة ألوان، فهذا يكفي. فخلنا أخزن الصورة. الآن خلنا نروح حق خلينا نشوف الصور، بعدين نروح على الفوتوشوب شوية نعدل عليها. طبعا هذه الصورة اللي هي الأبيض والأسود اللي هي اللومينس، وهذه صورة نفسها بس اللي فيها ألوان، هي هذه صراحة جميلة جدا يعني. هذه طبعا الخضراء ما قدرت أعالجها، متعبة جدا ما قدرت أعالجها، لكن هذه ممتازة أبيض أسود، وهذه نفسها بس ملونة. خلونا نبدأ نعالج الصور. شايف الأزرق أنا ممتاز، فلتر الأزرق ممتاز. خلنا ناخذ فلتر ثاني، هذا الفلتر ممتاز بعد، يعطي جمال للون، لون النجوم الصفراء. الأفضل الأصفر أفضل. الآن خلونا نروح على كاميرا فلتر. يعني طبعا هذا البرنامج ممتاز، ممكنك أنت تعدل على الألوان، ممكن تعدل على الألوان من هنا يعني، تزيد أو تخفف.
تاخذ الصورة كذي كافية عليها، ممتازة. الآن خلينا نخزنها. لا خلينا ناخذ الصورة الثانية، أتوقع هذه هي. طبعا هذه أبيض وأسود، فراح نخليها على مثل ما هي أبيض وأسود، بس مجرد راح نزيد نظلم الخلفية. وتلاحظون هذا كله الآن معظمه يعني ما يعتبر، يعني الألوان ما في، لأنه ما في ألوان، معظمه يعني ما تستفيد منه. بس خلنا نزيد هذا كذي كافي. الصورة هذه ممتازة. كذي يكون احنا انتهينا. خلنا نشوف نظرة أخيرة على الصور. هذه الصورة طبعا قبل التعديل، هذه يعني بعد ما عدلنا عليها. أبو عدد النجوم الهائل يعني. طبعا هذه الدائرة اللي تلاحظون كأنه في دائرة، يعني هذه بقعة موجودة في بارع العدسة أو شيء، فما راحت حتى بالفلات ما راحت. لازم افك الكاميرا وابدا انظفها مره ثانيه. هاي الصوره قبل، هذه بعد التعديل. وهذه قبل التعديل، وهذه بعد التعديل. والله قبل التعديل احلى، صدق قبل التعديل احلى، شكلها احلى. أنا شاكر لكم، السلام عليكم.